تجمع رياضة الجولف بين المدى والإيقاع والقوة والانسياب، حيث بدأت اللعبة في اسكتلندا في القرن 18 وعرفت بأنها لعبة الملوك والنبلاء، وهي رياضة تمارس بالهواء الطلق على مساحات كبيرة من العشب تتخللها مرتفعات وحفر ضيقة ومجار مائية. وبمناسبة اليوم الوطني الهندي أقيمت بطولة الجولف الثالثة بمشاركة مجموعة من مختلف دول العالم وبحضور عدد من سفراء الدول. هذه الفعاليات بدأت منذ السنة الماضية احتفالا باليوم الوطني الهندي والذي يوافق شهر يناير من كل عام، ومن التجربة السابقة الناجحة أقمنا هذه الفعالية للاحتفال باليوم الوطني ولتعميق العلاقات مع الأصدقاء السعوديين. فقد تم تتويج الفائزين، وكان في المركز الأول بوشيب الجدياني من المغرب، وفي المركز الثاني بيتر موريس من بريطانيا، وفي المركز الثالث كوك جين لي من كوريا. فقد أثبتت الدراسات بأن ممارسة لعبة الجولف تزيد من معدل عمر الإنسان، كما تقلل من مستويات الكوليسترول المرتفع وتشجع الصحة العامة ككل. لقناة الإخبارية نجاح العقيلي.